تونس عندها 3000 سنة حضارة، هذه معلومة غلطة، لأن الحضارة متاع تونس أكثر من 5600 سنة. من عبق الجنوب وعمق التاريخ وريحة زراوة في مطمطة، نمشي والفيلم تامر فيو أو موتيني للمخرجة الشابة جيهان العياري. خاطر جي كرو سارتا مومون كو انا ما كتحب ولا تكره ماشي ريزيتور معروف معناها باش كنحط محمد العربي مخرج شاب كانت عنده تجربة سينمائية مسرحية وهذا اللي باش يجسدوا الفيلم ايروس تاناتوس. جيهان عياري 26 سنة، خريجت معهد فنون جميلة بتونس وخرجت معهد السينما بتونس بعدها بشوية. ملي أنا صغيرة معناتها جيت دوي بالبانتور كنت نصور، ديجا في العائلة احنا عنا نفس الاهتمامات، دونك بابا يصور ويكتب وامي كيف ديجا معناتها عندها مع ليكريتور وكل، دونك سيتي لي دو على فوا ان فيت، معناتها ليكريتور اللي ملي أنا صغيرة نكتب شعر نكتب دي زيستوار صغار، شاركت في دور شباب ملي عمري معناتها 6 سنين 7 سنين هكا نكتب حاجات قصص قصيرة، دونك من وقتها الموهبه كانت معايا وكنت ديما نحب نطورها، ديما نقول نهار من نهارات معناتها نحب هكا نولي مخرجه كبيره ونعمل دي فيلم وكل. نجحت في الباك، دخلت ليكول دي بوزار خاطر جي كرو سارتا مومون كو هذاك هو اللي انا نلوج عليه، معناتها عملت اركيتكتور دانتيريور دونك البانتور والحاجات هذوما كل لي زاكواريل لي بلانش نتاعي لي ماكيت كل لقيت فيهم روحي، لكن سارتا مومون مع البي اف مع كل بديت جو ماتاش للدومين تاع الفوتوغرافي. J'ai eu ma caméra, petite hack à des expériences rares. Hassitlé, ma ta femme a dimension horizon massa. Donc c'était cinéma. J'ai eu une période de rire après le stage de PFM à l'école des beaux-arts, fibro d'architecture. بعد c'était la décision de rentrer à l'école de cinéma ou notre le mar. فما حاجة حفزتني وقتها هي ان فيت فما ان كونكور عاملينه لو اي ام اللي هو المنظمة نتاع الهجرة الغير شرعية، سيتي ان كونكور دو سيناريو تقبلت فيها زو السيناريو نتاعي وباش معناتها كي سوغ دو فورماسيون في الصيف هذاك وباش نخدم لو فيلم، دونك من وقتها بديت نحس لي انا جو ماتاش اكثر، خدمت الفيلم معاهم ودخلت ليكول دو سينما، قريت في جامارت عملت كريتور رياليزاسيون ومن وقتها بديت ليكسبيريونس دي بتي ستاج مع انا عندي فورماسيون قبل في التياتر، دونك كل مره كل شويه نزيد نحس روحي معناتها هذا هو اللي لوج عليه، كل مره زيد نحب نطور من مهاراتي نطور من لي كونيسونس نتاعي خاطر دومين علاقات دونك ودومين زاد دي زيكسبيريونس، معناتها كل ما تهبط انت للتورناج كل ما تزيد الاكسبيريونس نتاعك تقوى، كل ما تخدم حاجه تزيد تقوي لي زاكي نتاعك. pour commencer هو ملي انا صغيره شجعوا فيا معناتها عندي معناتها بتيت اتوليه نصور في الدار وكل، لكن انه انا نعمل سينما انه قرايه معناتها تولي بروفيسيون هكا الموضوع خذا فما صار فيه اخذ ورد من الاول ديبار، ديجا انت تشوف معناتها من الاول كيفاش عملت ايكول دار معناتها اللي هي لي بوزار دو تونس ومن بعد فين عملت سينما، دونك من الاول خليها معناتها موهبه خليها حاجه ابار، دونك من بعد ليه علاش ليه معناتها فما ناس عملت سينما فما ناس خدمت بها وعاشت بها علاش مش انا منهم معناتها نهار من نهارات. دونك سيتي هذيك هي الدبيون تاع لافونتور، طيشت الاركيتكتور طيشت البيرو اللي نخدم معاه وقلت ندخل نقرا من الاول جديد. برشا عباد يقول لك فك عليك مش ما تنجمش، مي فك عليك معناتها حاجه ما تاكلش الخبز بوتيتر، مي كيف ما قلت لك فما ناس معناتها كلت بها الخبز وعاشت بها وناس وصلت بها، وديما عندك ما هو ديما عندك ان بوت حاب توصل له علاش لا. برشا من صحابي من لي كوليج نتاعي معناتها كلهم صايبوا الدومين من بعد قال لك لا ما يوكلش خبز، فما ناس شادت صحيح في شويه فما ناس اصلا مش عايشه به، معناتها هي كيستيون تاع شانس وكيستيون تاع دي غولاسيون وكيستيون تاع انت تشد في الحاجه ما تشدش فيها. نحب نقول لي جون توا لي سينياست كلهم ما فماش حاجه ما تنجمش معناتها تنجم توصل علاش لا، معناتها اذا كانت تشد في الحلمه بتاعك ولا تشد في الحاجه تحب توصل لها توصل لها. هو سي ان بتي كور ميتراج نتاعي هذا رياليزي 2015 افريل 2015 عنده عامين وشويه. الفيلم هذايا خدمته على المزيغ اللي عايشين في منطقه زراوه،
من ماتماتا نعرفش كان تسمعوا بها برشا العباد يعرفوا الاستواغ نتاع الامازيغ في تونس وكيفاش بورقيبه في البيريود نتاع 1986-87 كيفاش شاتي لا ديسيزيون باش الناس اللي كانت ساكنه في لي ميزون لي بربير القدم هذوك الكل يهبطوا للفيلاج سوا ديزون اونتر غيمي بلو مودرن ويتخلاو على تراثهم على ديارهم المعموله بالطوب الحجر القديم هذاك وكل وتودان كو يهبطوا دونك من الاول من الاول سيتي الاركيتكتور هي كي مانتيريس من ايامات ليكول دي بوزار ملي عملت ارشي تعجبني التراث نتاعهم ديجا عملت زيارات مش ميدانيه مي بوت نتاع انا نحب الكامبينغ ونحب الدورات وحاجات مشيت غادي للفيلاج القديم هذاك وشفت كيفاش معناتها محليه حاجه حرام احنا نصيبوها ونلوحوها وحرام الدوله تطمعش من حاجات سياحيه فيها وتجيب فلان وفلتين ودرشا ديجا هو اللي صاير ديجا يصوروا فيها حتى في افلام في حاجات البلاصه هذيك دونك الاركيتكتور هي معناتها الحاجه اللي جلبتني فيهم من الاول بعد جيت نبحث بديت نحكي مع ناس عايشين غادي نلقى اللي هما عندهم قضية أكبر من هذايا معناتها الكل نعرف القضية متاع الأمازيغ والمبخي الإقصاء اللي تعرضوا له من قبل الدولة اللي توا في العوام الأخرانيين بلوزوما بعد أيام بن علي ولاو يلبوف سو ديفوندغ وينجموا يطلعوا يحكي فيهم ديز أسوسياسيون معناتها نسمعوا بهم ينجموا هكا يعملوا ديز إيفينمون ويخرجوا قبل لي الناس هذوما فما منهم شكون ما يعرفش اللي ثورة صارت وفما منهم شكون ما يعرفش اللي احنا توا سبب بن علي مشي كي مشيت غادي نحكي مع العبيد نقول لهم احكي لي بورقيبه اش حاب يعمل 86 87 شنو هو اللي صار فما يقول اخطاني اختي ما نحكيش فما اللي مازال في باله قال لي انتم تلفزة شنو تعمل شنو باش تفيدونا لهنا صورونا ومعنا ما عملنا توت فاصون البيريود نتاع التصوير كلها بريس كونتر 3 موا اي دمي 4 موا نمشي ونعاينوا نصوروا شويه حاجات لي دي برينسيبال مش لامازيغ مي بلوتو القضيه نتاع الناس هذوما اللي بورقيبه حب باسم معناتها انه يلغي الهمجيه والقبليه حب يهبطهم الكل الكارتي واحد وكهو معناتها وينساو اللي فات الكل اللي صار الناس هذوما فما ناس رثخت وهبطت وفما ناس قاعده تشد السحيق قالت انا ما نهبطش دونك قص عليهم الماء قص عليهم الضوء الكيران تنحات اذا تو بليجي باش يهبطوا باش يعيشوا الحياه المعاصره هذه اللي احنا سكون ابل مودرنيزم كها فما حاجه معناتها حاجه نحب معناتها نثير لها الانتباه فما مراه غاديك قاعده تعيش معناتها مالغري هذا الكل وما زدت هي توا تعيش غادي معناتها حتى كان تمشي انت تسال عليها تعيش هي ولدها وكلبها ولدها يعمل انتراجيد ونعرف قداش من كيلومتر باش يمشي يقضي كل يوم وما حبوش ما حبوش يسلموا في بلادهم قالت انا تولدت في الزراوه نموت في الزراوه فوالا هذه هي الحكايه نتاع الدوكيومونتير وتوا نقول لكم بون بروجيكسيون وتفرجوا معايا في لو بيتي دوكيومونتير دو 6 مينوت نتعد نتعد في كاس وبعد اخ ما انت غايبك نتشي ندوين مازغ داير نزمو شذيره وقف حنايين امزوارنا يكرسين اتشنا اي زكار نطمزين التقذاذ ويذن التاري سيث غريين نتشي نسين نبدد غغضا مقر يثرو مانين تيفين غقض غاغط تي سكاس ندين نزاد استسير فتقيارين تيمسي قولنو مازي غسين ورغيذ كل شي ذو الزلايم متشذين نبدد غغضا مقر يثرو مانين الإسلام دو مازي غقلنا للسنين هي أول حاجة الزراوة القديمة هذه كان فيها برشا حاجات يعني اللي ماهيش موجودة في القرى المسميتنا اللي مثل كلام تمزر التوجود والزراوة وابن عيسى
اللي هم القرى مسوينا. بالنسبة عنا الكوشة، عنا الكوش، عنا زوز، عنا طاحونة، عنا جميع كل شيء. بالنسبة للشيء اللي معارض هي سياسة بورقيبة، هذه هي أول حاجة يحب يعزل المزيغ على بعضهم، تفرقة، عملية تفرقة ما بين تمزرت والزراوتة والجود. أعمل لتمزرت بلاد اللي تكون في أم الشيه ما حبوش يهبطولها، ونحن أعمل سياسة القمع. وقت اللي حبسوا لهم الكار، حبسوا لهم المكتب، ولوا بالسيف عليهم باش يهبطوا للزراوة جديدة. هذا السبب الوحيد. الزراوة الجديدة هذه تأسست في ظروف أن الدولة التونسية في وقتها سعت باش تقرم الخدمات للمواطنين، والمواطن البسيط وقتها فهمتني سمع بالضوء، سمع بالماء، سمع بالكياس، فهمتني سيب في تراثه، سيب في بلاده، كل وهبط يجري للبلاد هذه رغبت منها أنه باش تقرب للخدمات، باش يقري ولده، باش يقرب المركز الولاية. لا توا بالنسبة للرفاهة والتقدم هذه خير، وكان للمعيشة والاقتصاد من فوق خير، يعايش معناه من الهواء، عايش العظم من باب ربي، معناه الحليب من باب ربي، مش تو الباك دينار واش معناه. الخلفية متاع تفريق القوى الأمازيغية كانت هي كيما نقولو حنا التكتيك متاع الزعيم الحبيب بورقيبة، وخدمها في تونس كاملة. الزعيم الحبيب بورقيبة سعى أنا باش يتخلص من العصبية والقبلية، لكن هو كان باش يتصور في باله باش ننساو اللغة الأمازيغية، وباش نبعدوا مثل كلام على تمزرت وتوجوت، باش نبعدوا على بعضنا، ما نكونوش وحدة وحدة. عكس هو ذلك، صار العكس اللي كان يخمم فيه. أنا كشخص مولود عام 79، عشت 3-4 سنين في الزراوة القديمة، قعد عندي حب ليها وارتباط ليها، لأنها تمثل كما نقولوا احنا تاريخ نتاع منطقة كاملة. هذا أول توجيه، مجلس الشعب يعترفوا كأقلية، ونحن كأقلية ناطقة مش كأقلية أمازيغية، هذا أول مطلب. والمطلب الثاني ما نحبش يطلعوا مثل كلام في المنابر، برشا قنوات يطلعوا في المنابر تونس عندها 3000 سنة حضارة، هذه معلومة غلطة، لأن الحضارة متاع تونس أكثر من 5600 سنة. الفاصل، الفيلم القصير إيروس تاناتوس. أنا محمد عبي غذباني، عمري 21 سنة، من زغوين. نعمل برشا حاجات مع السينما، نعمل تياتر إسلام، دانس، راب، برشا حاجات. مغروم بالفن معايا، فن توسكي فن معايا. بونا صغير مدام الوالد مدير دار شباب،
وامي تخدم في دار الثقافه معناها اوتوماتيكمون باش يهزني واحد فيهم معاه وانا صغير. بديت من عمري 4 سنين في الكورال، عمري 8 سنين نتفرج في الجروب تاع التياتر، نمشي للملتقى سينما في زغوين كاو سي بون باش تغرم، لازمك باش عروقك باش تنبت في الحاجه هذيك باش تحبها. وبدات الحكايه من غاديك ان شاء الله بعد الباك نمشي للمعهد العالي للفن المسرحي، هذاك حلمه ملي انا صغير معناها، خاطر على باز بديت بالتياتر انا وبقى معايا حتى الغرام في التياتر. كي بديت في السينما اول كل متراج يتسمى عملته حلو تياتر فيلمي في سين تصور، اللي قالوا لي ليه ملي انا ملي بديت معناها ملي عمري 11 سنه ولا 13 سنه اش بيك باش تعمل طفل صغير تصور ولا تعمل في المسرح ولا تكتب، شكون باش يسمعك والبلاد هذه ليه باش يشوف حاجه تعملها توكل خبز والريق نتاعك كل خبز واعمل هكا واعمل هكا وفك عليك وشنو هي الحاجات هذوما نتاع صغار كبار فهمت غرام ويتنحى توسكي الكلام هذاك كله تحكي لي ملي انا صغير معناها ملي عمري 11 12 سنه 13 14 سي بون استانست توا معناها توا ثم عباد اللي حكيت لي قبل قالت لي شبيك كي توا وليت في التياتر نخدم وليت معناها الحاجه نتاعي باقيه تظهر معناها تحب ولا تقرا في زغوين ولا في بلاصه اخرين باقي تظهر كي تاخذ انت جوائز تاخذ في تقوى ثاني تاخذ احسن ممثل برشا مرات باش تظهر الخدمه نتاعك ولا يقولوا لي سي بون ميسي شد كمل الحاجه هذيك انت تحب الفن هذاك ولا تحب الموندو هذاك كمل فيه ما تنجمش تحصد قبل ما تزرع معني واللي عنده حاجه يزرعها باش تطلع معني برشا عباد نشوفهم مغرومين ويقول لك انا وين باش نوصل يجرب انت نورمال حط عروقك ازرع احفر حفره وحط فيها هذيك البلانت خل تطلع توصل لحاجه معني فماش حاجه تعملها وتقول وين باش نوصل باش تعمل حاجه باش توصلك اكسبيريونس باش تتعلم منها. إيلوستاناتوس هو اخترت العنوان هذه اصلا باش يكون إيلوستاناتوس لحاجتين، انه يمثل اله الحياه اله الموت ولا اله الحياه اله الموت عند الاغريق، ومنه باش اللي يسمع الاسم ولا يقرا الاسم في افيش ولا في كومبيتيسيون يقرا الاسم تاعي باش يبقى في مخه معني اش معناه إيلوستاناتوس وعلاش إيلوستاناتوس باش يدخل يتفرج في الفيلم كي تحب ولا تكره ماشي ريزيتور معروف معني باش كي نحط الفيلم تاعي في سلب يجوني 200 واحد يتفرجوا فيا انا نجون معني لازمني نلعب على حاجه هذيك كي نحط له وين اسم ماهوش معروف سكيزوفرينيا ولا إيلوستاناتوس وممتو حتى في كومبيتيسيون فما 20 فيلم والفيلم تاعي انا الاخير وهو تعب من الفرجة باش يقرا إيلوستاناتوس اش معناها إيلوستاناتوس باش يسال السؤال هذاك وحده اش معناه علاش اختار الاسم هذاك ومام طون باش تخلي له حاجه من داخل لازم يدخل يتفرج في الفيلم ومام طون عنده بعض كي تقرا انت تبدا تفهم اش معناها الاسم إيلوستاناتوس إيلات الحياه وإيلات الموت ومن بعد تتفرج في الفيلم بالليزيتاب اللي فيه وبالحاجات اللي فيه باش تفهم علاش انا اخترت الحاجه هذيك. إيلوستاناتوس في برشا حكايات معاه ما جاتش جوست فيلم هكاك معناها اول حاجه احنا كجروب مغرومين بالحاجه هذيك بدينا ملي صغار نخدموا في فيلم لانه وصلنا اسرتي مامون لازمنا كل شهر نعملوا فيلم كل شهر نكتبوا حاجه معايا ولا عندنا ادمان بالحاجه هذيك مشينا قلنا في الديبي نتاع الفكره قلنا نمشيو نشوفوا لي بلون اللي في زغوين نجموا نصوروا فيهم فما في بلاس اسمها عسكر فما جبانة نتاع المسيحيين يعني فيها صليب كبير حبينا الفيلم نتاعنا يبدا من غادي كمان يعني حبينا ثم دي مامون باش يصيروا غادي مشيت انا ومعايا جروب اربع من الناس اللي باش يصوروا معايا قلنا خلينا نشوفوا البلان وين باش نصوروا لي كادر وكل شفنا صورنا بالتليفون وراجعين معني مروحين واحنا مروحين حبسنا الحاكم جيت كهربه تجري منا وحبسنا واش تعمل واهبط كذا واللي ثم شكون معناها من البلاصه هذيك طلب قال لو ثم ارهابيين جاوا للبلاصه ويصوروا في 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 جبانه نتاع مسيحيين ويسالوا على واحد بوليس خلت لنا ذيك الحاكم حبسنا وبطاقة تعريف وممتو احنا كنا باللحية معناها فما شكون كات بيلار وما عندهمش بطاقة تعريف نسيوهم في الدار كان انا الوحيد عندي بطاقة تعريف وقت عرفت ما نتسمو هذي سلكناه وممتو حتى في التورناج واحنا نصوروا فما حاجات زدناهم ما كانوش في سيناريو العظمة اللي في التورناج لقيناها متايشة غاديك صورنا بها ثم ستال زيد ما كانش موجود معناها ثم حاجات تبنيت غاديك وقتها وممتو خايفين زيد خاطر الجبل اللي صورنا فيه واحنا نصوروا معنا طفله واحنا خمسه من الناس كل معنا سته من الناس بالطفله وتسمع في سكاره تعيط وبرشا حس وبرشا عرك وبرشا مشاكل تخمم في برشا حاجات خاطر معك طفله وكي يسبد عليك 8 كيلومتر معناها كي باش تمشي واحنا مشينا على ساقين ما لقيناش لا شكون يهزنا لا شكون يجيبنا والمكياج نتاعنا واللبسه نتاعنا وكل معناها مشينا بريسك نهارتها مشي وجاي 28 كيلومتر على ساقين باش نصوروه وستوبيت معك طفله وكل هذيك الغرام وين يهزك معناها ماكش بروفيسيونيل انت باش ولا حتى ما تلقاش شكون يدعمك مش ميم با بروفيسيونيل ما فماش شكون يدعمك قالوا لا وزاره لا جوست ميزون جون ولا ميزون كولتور تعاونك في شويه ديكور تعاونك في شويه مكياج تعاونك في باش تعطيك تريبي باش فهمت هكاك باقي ما تلقى شكون يعاونك وان شاء الله فرجه طيبه للفيلم وان شاء الله يعجبكم.
الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة حلوة. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغامها. بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغامها. ارقصوا وغنوا وانسوا همومها. الحياة حلوة، الحياة حلوة. الحياة وردة